لك كيسة. اتفضل حضرتك. ماشي يا باشا، احنا رضينا ان احنا ناخد تأشيرة عشان ندخل حتة من بلدنا، مش معقولة كل مرة ندخل فيها ناخد تأشيرة، ما تدونا تأشيرة متعددة المرات. لو عندك سبب مقنع هات لنا جواب بيه. هي عادة التأشيرة بتتاخد لمرة واحدة بس. اتفضل يا حبيبي. حضرتك دلوقتي انا ليا بنتي متجوزة وعايشة في القاهرة وعايزة اروح ازورها، اعمل ايه؟ خليها تبعت لك ايميل وهنديكي تأشيرة زيارة، مفيش اي مشكلة. هم اتخذوا قرار خطأ، لازم ارفع عليهم قضية واغير هذا القرار. ما هو مش معقول يقبضوا على سيد الشرقاوي وابراهيم المحلاوي وكمان سمير المنوفي ويرحلوهم من القاهرة بحجة ان هم مقيمين في القاهرة بإقامة غير شرعية. يعني الناس دي تسمي نفسها ايه؟ انا معترض على القرار ده، ازاي يمنعوا مواطني محافظات تانية دخول القاهرة مع ان في شوارع في القاهرة باسم محافظات تانية؟ خد عندك جسر السويس، ميدان اسماعيلية، شارع بورسعيد. انا كواحد من اصحاب المصانع الكبيره في 6 اكتوبر احب اطمنك ان اتخرب بيتنا، احب اطمنك ان فلسنا. العمال ما بقوش يجوا ازاي من محافظه القاهره لمحافظه 6 اكتوبر؟ لو جم ما بيروحوش، ولو روحوا ما بيجوش. نشتغل ازاي؟ نقفلها احسن عشان ترتاحوا. معاك تاشيره؟ يعني ايه تاشيره؟ طالما معاكش تاشيره مش هتعدي. ايه ما ينفعش كل ما نيجي عند حدود محافظة القاهرة ينزلونا عشان نشوف التأشيرات. ايه العطلة دي؟ يا ناس خط المترو دلوقتي منقسم نصين، نص في القاهرة ونص في حلوان، قولولنا نعمل ايه؟ اولا الزحام بين 6 اكتوبر وبين القاهرة كان موجود من قبل القرار ده، والسبب فيه ان الناس اللي بتشتغل في 6 اكتوبر ساكنة في مصر الجديدة او العكس. مش القرار هو السبب خالص، مش القرار. ومع ذلك وتشجيعا للاستثمار قررنا ان محافظة 6 اكتوبر ومحافظة حلوان هينضموا لكردون القاهرة الكبرى، وحنزيل الحدود بينهم وبين القاهرة كمان تسهيلا على ابنائنا واخواننا اللي بيركبوا القطارات ومرفق السكة الحديد. المهم كل قطار متوجه الى القاهرة هيكون في مسؤول من الجوازات جوه القطار نفسه علشان يخلص اجراءات الدخول بتاعة الناس اللي معاها تأشيرات جوه القطار، واللي معاهوش تأشيرة هينزل في شبرا الخيمة قبل ما يدخل مصر. نصيحة، ما تحاولش تدخل القاهرة بدون تأشيرة لان هيتقبض عليك على الحدود. القرار ده فيه اخلال كبير جدا بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين ابناء الوطن الواحد. ليه؟ ببساطة شديدة هيخلي ابناء محافظة القاهرة يحسوا ان هم اكثر تميزا من ابناء الدول المحافظات الاخرى حتى لو واحد اتلخبط، غير ان كل وظائف العمل كل الشغلانات موجودة في محافظة القاهرة، يبقى بالتالي ابناء المحافظات الاخرى يروحوا يتغربوا ويشتغلوا في الخليج ولا يتغربوا ويجوا يشتغلوا في القاهرة. انا كعالم اجتماع بحذر من عواقب القرار ده، وهتشوفوا الكلام بنفسكم. والفاكهة تسبب فيه قرار منع دخول القاهرة إلا بتأشيرة. يا حاجة هنشوفيه المحل عندك فاضي خالص. معرفينش نجيب خضار وفاكهة للمحل يا بيه، السواجيني معرفينش يجوا. تعرف يا بيه صباطة الموز دي كل رسمالي في الدنيا دلوقتي. هي القاهرة فيها زراعة؟ مش يعملوا حسابهم إن في حاجات كتيرة بتجيلنا من محافظات تانية؟ عندنا مكالنا، المهم هم يبقوا مبسوطين بقراراتهم اللي دايما صح. يوروني بقى هيعملوا إيه؟ هيزرعوا شارع رمسيس خضار ولا شارع الجلاء فاكهة؟ انا شرفت اني اطلب ايد ليلى يا عم. ايوه يا ابني، بس انت معاك اقامه في القاهره؟ طبعا يا عم، معايا كمان نقل كفاله، يعني اقدر اشتغل في اي شركه. يبقى على بركه الله. معنا الان الاقامه في القاهره اصبحت في متناول يدي. اشتري شقه 86 متر واحصل على 86 سنه اقامه، اشتري شقه 120 متر واحصل على 120 سنه اقامه، اشتري شقه بالمساحه تحصل على اقامه مرتاحه. يلا يا رجاله بسرعه، كله
يلا يا رجاله اتكلوا على الله بسرعه مفيش وقت. مالك جاي تودينا القاهره؟ انت فاكر نفسك راكب التايتانيك يا اخويا؟ القاهره انت معاكمش تاشيرات القاهره اصلا. المركب ده يوصلكم لحد القناطر وان شاء الله من هناك تاخدوها عم هي 3 4 كيلو بس. يا نهار اسود دي مسافه كبيره قوي، وانا سمعت ان في مركب غرقت الاسبوع اللي فات وفيها ناس غرقت وناس اتمسكت ورجعوه. يابا انتوا لسه على البر، اللي عاجبه يطلع واللي مش عاجبه يتكل على الله. في الف واحد مستنيين الفرصه دي. انتوا رايحين القاهره يابا؟ القاهره يعني العتبه، يعني الموسكي، يعني رمسيس، يعني شرقه من الدول العربيه، يعني عباس العقاد. عاجبكم اللي مش عاجبكم؟ هات يلا يا جماعه، احنا دافعين 20000 جنيه واحنا باين شغل هنا. يلا يا رجاله، يلا يا ريس، يلا بالسلامه يا ريس، بالسلامه والقلب داعي لك يا ريس، بالسلامه يا حبيبي. طبعا مسألة تأمين حدود القاهرة مسألة مش سهلة إطلاقا، لكن احنا نجحنا في الفترة الأخيرة في القبض على 51,000 مهاجر غير شرعي دخلوا القاهرة بدون تأشيرة دخول، وكمان قبضنا على 43,000 واحد دخلوا القاهرة بتأشيرة زيارة وتخلفوا عن الخروج منها وتم ترحيلهم الى محافظتهم. انا دلوقتي امي شرقيه وابويا قاهري، ابقى مزدوج الجنسيه ولا ايه؟ طب انا عايز ازور سيدنا الحسين والسيده نفيسه، اعمل ايه؟ مع قدوم فصل الصيف بدأت أبعاد جديدة تظهر لقرار التأشيرة، إذ قررت محافظة الإسكندرية فرض تأشيرة الدخول على مواطني القاهرة الراغبين في التصيف بالإسكندرية. نعملوا إيه يعني؟ ما زي ما عندهم زحمة في القاهرة إحنا كمان عندنا زحمة في إسكندرية في الصيف وهم السبب فيها. لو عايزين يصيفوا عندنا يدفعوا 300 جنيه رسم تأشيرة. إزاي ما نصيفش في إسكندرية؟ أمال نروح فين؟ حتى بلطيم عايزة تأشيرة. حصل اللي أنا حذرت منه من شهور أهو، أصبح هناك ظاهرة بين أبناء الأقاليم اسمها الحلم القاهري، كمان بقى في حالة احتقان بين أبناء المحافظات داخل الوطن الواحد، فرص العمل لسه كلها موجودة في القاهرة، كمان العربيات الجمرك اللي هي التريبتك بتاعت المحافظات لسه مالية القاهرة وزحمها، يعني ببساطة ما عملناش حاجة.